وضح الفنان اللبناني راغب علامة أنه من حوالي أسبوعين حس بعوارض فيروس كورونا واتصل بطبيبه الخاص وطلب منه يحجر حاله كلياً. وقال راغب أنه خضع اليوم لفحص البي سي آر والنتيجة سلبية وطمن كل يلي بحبوه أنه هو بصحة منيحة، وكتب: صباح الخير للجميع، من حوالي أسبوعين حسيت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني أحجر حالي كلياً، فالتزمنا بالكامل وعطاني إرشادات وبعض الفيتامينات المطلوبة. أما اليوم عملت فحص البي سي آر والنتيجة الحمد لله سلبية والفحوصات ممتازة. نفت الممثلة السورية غادة بشور الخبر يلي انتشر عن مشاركتها بالجزء الخامس من مسلسل الهيبة، وقالت: يا ريت لو انه الخبر صحيح، بس للأسف هو شائعة وأول مرة بالفعل بتعرض لشائعة بتمنى انه تكون حقيقة. وشددت على انه تيم حسن نجم سوري وعربي مهم ومن افضل الفنانين بالوطن العربي وبيتميز بالوسامة والاحترافية. بمعلومات خاصة لموقع الفن، عرفنا انه الممثلة المصرية نيلي كريم بلشت تصوير اولى مشاهدها بمسلسل طبع الحياة المقرر انه ينعرض بموسم رمضان مع امكانية تغيير اسمه من بعد ما يتم اختيار باقي الممثلين. وكانت نيلي حققت نجاح كبير بالموسم الرمضان الماضي من خلال مسلسل ميت وجه مع الممثل آسر ياسين. توفت امبارح ام الفنان السعودي راشد الماجد بعد معاناتها مع المرض، وقدم الفنانين احر التعازي له بهالخسارة الصعبة، منهم الفنانة نانسي عجرم، الفنان حسين الجسمي، الفنانة ديانا حداد، الفنانة احلام، الفنان عاصي الحلاني، الفنانة نوال الكويتية وغيرهم. من بعد ما اعتذرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبة عن المشاركة بمسلسل من بطولة الممثلة المصرية يسرى، انتشرت كتير أخبار عن وجود خلاف بيناتهم. وبتصريح خاص لموقع الفن قالت يسرى أنه ما في أي خلاف بينه وبين هيفا، وأكدت أنه ما إلها علاقة باعتذارها عن العمل. منذكر أنه تم اختيار الممثلة السورية جمانة مراد والممثلة المصرية هنا الزاهد للمشاركة بالعمل مع يسرى، واللي رح يكون اسمه حرب أهلية. نشرت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن صورة إلها مع زوجها المنتج جمال سنان وكشفت عن شفائه من فيروس كورونا، وعلقت: ألف الحمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي من كورونا اللعين، طوعوا مرق على خير، عقبال كل المنصابين يشفوا، انتبهوا على حالكن، الله يخلصنا. وانهالت التعليقات والرسائل على ماجي من متابعينا يلي بيركوا لشفاء جمال من هالفيروس الخطير. كانت معكن بموجز الفن ماري لورد سمعان. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.